ثقافة الطهي في مطعم ليجيانغ جاية من بلدان شمال آسيا مثل الصين وفيتنام، والتجربة هني أكيد بتكون مفعمة بالمتعة، خاصة مع نظام المطبخ المفتوح واللي يقرب الزباين أكثر وأكثر بطريقة وأسلوب الطهي واللي يتم فيها تحضير أطباقهم. بالتأكيد مع وجود الطهاة المحترفين والمكونات الغنية، والأهم من كل هذا متعة المشاركة ما بين الطهي والتحضير والخدمة المتميزة.